تحدثتي على مروان فخر لا لاحظتي حتى الحارس اللي الجزائري مرباح مرباح ودابا عندك زنيتي يعني كيولي عندك حراس الحمد لله كان عندنا انا زنيتي ولا داوي انا زنيتي هو اللي فزنا معاه بالالقاب وحارس كبير صراحه بدون نقاش فريق راس الشيء الكثير جات واحد الاصابه نتمنى ان شاء الله يرجع وغادي يرجع الان وغادي يرجع مع احسن وانا تنعرف انس دائما انس قوي غادي يرجع دائما احسن من الاول ان شاء الله ملي كيكونوا عندك هاد الحراس هادو لا تخوف على حراسه المرمى يعني عندنا واحد فيكتيف اللي هو كبير ما نساوش الدور ديال محسن مشوي اللي في حال هاد المباريات كما قلنا هو مروان فخر اليوم كنقول انا من النقاط الايجابيه اللي في المقابله هي بكل صراحه لستنا محسن مشوي وفخر بالنسبه لي نقول لك واحد النقطه اخويا قبل ما تمشي ليا هو بالنسبه لي انا فخر ومرباح اكدوا هاد المقوله ديال بانهم 50% من الفرقه نعم في المباريات الاخيره اكدوها وزادوا اكدوها بانه هاد 50% من الحراس يعني الا كان عندك حارس ممتاز ودفاع ممتاز فممكن انك تفوز باي لقب بغيتي وهذه معروفه ثقافه معروفه في جميع الفرق لما تبغي تبني لازم خصو يكون عندك حارس طينة عالية اللي كيكون اللي كيف ما تنقولوا ايوب تهنيك من اي حاجه اللي انت كتقول ويكون عندك خط دفاع قوي وجيد وكيعرف يكون متناسق فكون على يقين بانك تقدر تفوز باي القاب والثقافه هذه هي الثقافه الايطاليه اللي كانوا كيعرفوا يدافعوا راه خذوا كاع الالقاب الممكنه فازوا بها اللي كاينين اللي كاع المتاحه تفوز بها فازوا بها لانه الا كان عندك دفاع قوي فما يتسجلش عليك بامكانك تسجل ودائما دفاع قوي خصوصا في هذه المنافسات يكون عندك دفاع قوي غتمشي لابعد نقطه ممكن والخلاصه ونزيدك حق السيمو على انه الجحر كاس دار مباراه دار مباراه هذه المقابلات كاع انا كنقول المقابلات دابت حنا اللي جينا نتكلموا يعني كما قال اسماعيل تبدا من حراسه المرمى هذه على بر التاريخ راه فزنا بالقاب وداروا حراس كبار يعني هذه النقطه هذه الحمد لله اللي ولات في فريق الرجاء البيضاوي عندنا واحد الفيكتيف لا في الدفاع لا في الوسط لا في الهجوم خص المدرب اللي غيجي ان شاء الله يعرف يلقى ديك التوليفه اللي غنفوزوا بها بالقاب السنه هذه لان الجماهير خاصه الرجوع ديال الجماهير نتمنى ان شاء الله هذه المقابله غتعطيك بزاف ديال النقاط لان غتعطيك ايجابيات وسلبيات يعني غتشوف المقابله يعني راه المهم فيها قلت لك هو ثلاث نقاط ولكن راه تيكونوا كاين بعض النقاط اللي خصهم اللي يوقف عليهم المدرب اللي غيوقف عليهم المدرب اللي غتلقاهم في المقابلات الجايه اللي لانه ملي غدوز الادوار الثانيه غتلقى الصعوبه تلقى فرق كبيره فرق اللي متعوده على الالقاب فرق اللي ما كنكونوا واجدين معاه لان الا غلطتي معاه بحال الاغلاط اللي غلطتي معاه بحال هاد الاغلاط اللي تادو اليوم نهزمو وكنا نتعادلو اليوم مباركه لولا يقدر حارس المرمى كان يكون سيناريو اخر كان يكون سيناريو اخر نعم تقدر نهزم كما قال لك سيمو كان تقدر اليوم كان فريق رجاء البيضاوي اليوم كان يقدر يفوز كيف يقدر يتعادل كيف يقدر ينهزم